اول رد فعل الاعلام على اللي حصل؟ ده زمن حماده في مصر. مساء الخير يا عمرو. ثانية واحدة، هو حضرتك بقيت بتقدم بهدوء بدل الأستاذ عماد؟ معلش أزعنك، قطعنا تركيزك. اتفضل حضرتك يا فندم، كمل. عايز أرجع. ألف سلامة على حضرتك والله. يعني ألف لا بأس عليك. معلش معلش معلش، احنا آسفين بنقطعه كتير. اتفضل كمل. يعني اطرش بالتعبير البلدي، استنطق. والله انا بحاول اساعد على قد ما اقدر. معلش شده وتزول. هو بياكل بره البيت كتير؟ غلطانه وبتاخري عليه يا مدام. معلش في الحقيقه هو عنده حق، الموضوع كان صعب.